بس هدول الثلاث حضرتك عندي قطع نحاسيات هي بدت معي القصه بدايتها يعني جمع لهيك قطع نحاسيه هويتها بما اني بنحلب من باب الحديد نسون نحاسين يعني عندي فكره عن هالقطع عندي معلومات عنها عن عمرها واصالتها مشغوله بالايد اليدويه السوريه الماهره هلا في كتير قطع لحد الان بتستعمل ما هي ملغيه في مثل هاي السبيرتاي لحد الان في ناس بتستعملها بغلوا عليها قهوه مع مصب القهوه هذا الصغير اللي معها وفي كتير قطع طاحونة البن رجعت بالوقت الحالي لشغلها واستعمالها في ناس كتير رجعت للقهوة العربية الأصيلة بنجر القهوة العربية تطحن بهاي تغلي قهوة بمصبات نحاس والحمد لله رب العالمين يعني رجع الاستعمال على هاي القطع ورجع طلبها مثل أول ما كانت مطلوبة بكل بيت سوري موجودين أنا ما شفتها يعني رجعت على طحنة الحمد لله رب العالمين.